ليست بضاعة أو سلعة مزورة، وليس عقاراً زيف عقد شرائه، أو غير ذلك من الأمور التي اعتاد العراقيون سماع أخبارها منذ 18 عاماً مضت، بل هو تلاعب بالهوية الوطنية العراقية ومنح جنسيتها لمن هو ليس أهلاً لها. هذا ما جرى في ديالى، المحافظة المجاورة لإيران، حيث أقرت هيئة النزاهة ضبط 4333 معاملة قيود مدنية مزورة تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب دون أن تفصح عمن هؤلاء الأجانب وإلى أي دولة ينتمون قبل أن يصبحوا عراقيين بجرة قلم فقط. تقرير لقناة أمريكية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة في ديالى أكدوا لها أن المجنسين هم من شيعة إيران وتحديدا من كرد الفيليين يتمركزون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران. وأشارت المصادر إلى أن عمليات التجنيس تلك بدأت بأمر مباشر من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. 4000 معاملة التي تحدثت عنها هيئة النزاهة ليست سوى جزء من عشرات الآلاف من عمليات التزوير والتجنيس لإيرانيين في ديالى جرت منذ عام 2003 بحسب الصحفيين. أكدوا للقناة الأمريكية بأن هيئة النزاهة راودتها الشكوك منذ سنوات بعد إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران في عهد وزير الداخلية السابق ياسين الياسري، فضلا عن ورود 200 شكوى تزوير يوميا إلى المحاكم. ولخطورة هذا الملف والجهات التي تقف خلفه، فإن المحققين الذين حاولوا معالجته تم اغتيالهم، والذي يقدر عددهم بخمسة ضباط على الأقل يعملون في دوائر الجنسية. وكان مدير جوازات بابل العميد صفاء الدليمي قد اغتيل في حزيران عام 2018 برصاص ميليشيات مسلحة. وفي أيار عام 2017 أقدم مسلحون على اغتيال ضابط برتبة رائد يعمل في دائرة جنسية بعقوبة بعد أيام فقط من مباشرته للعمل في ديالى التي نقل إليها من بغداد. وأتت هذه الحادثة بعد 6 أيام فقط من مقتل مدير جنسية ناحية كنعان شرق بعقوبة بعبوة ناسفة استهدفت سيارته فور خروجه من دائرته. مراقبون أكدوا أن الأمر لم يأتي من فراغ، فقد هيأت أحزاب وميليشيات البيئة والظروف المواتية لتنفيذ هكذا أجندات خاصة بعد محاولات البرلمان تمرير تعديلات على قانون الجنسية، والذي يسمح بمنحها لكل من أقام في العراق عاما واحدا. عمليات تزوير وطمس للحقائق تكاد لا تكون مفاجئة بالمقارنة مع التقرير المكون من 700 صفحة الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذا انترسبت الأمريكيين، وهي جزء من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية التي تم تسريبها والتي كشفت كيف أن العراق قد سقط تماما في قبضة نظام طهران، وأصبح معظم المسؤولين الحكوميين في العراق مجرد متلقين ومنفذين للأوامر من إيران.